ميغان ماركل لن تحضر جنازة الأمير فيليب والأمير تشارلز يخرج عن صمته. لن تستطيع ميغان ماركل أن تكون إلى جانب الأمير هاري في جنازة الأمير فيليب الذي توفي يوم الجمعة 9 أبريل عن 99 عام. فقد منعت من ركوب الطائرة بسبب حملها، على الرغم من تصميمها على القدوم إلى جنازة دوق أدنبرا، لكن الأطباء رفضوا سفرها لأسباب طبية وفقاً لتقارير صحيفة ميرور، وهي من المنتظر أن تلد طفلتها هذا الصيف. لكن الخبيرة في الشأن الملكي ناديا ذارد شككت في هذا الأمر وقالت: هل حقا لن تأتي ميغان بسبب الحمل أو أنها شخص غير مرغوب به؟ القوانين، قوانين الحمل، تقول أنه ممنوع أن تسافر إذا كان حملها أكثر من 32 أسبوع، وهي لم تبلغ بعد 32 أسبوع، وهي ستسافر على طائرة خاصة، فالخطر ضئيل على الجنين، لماذا لا تسافر إذن؟ هي بالفعل شخص غير مرغوب فيه بالجنازة، ومهما حاولت لن يسمح لها أن تحضر. من جهة أخرى، وجه ولي عهد البريطاني الأمير تشارلز رسالة نيابة عن العائلة الملكة البريطانية بعد وفاة والده الأمير فيليب دوق أدنبرا، قائلاً: أريد أن أقول بشكل خاص أن والدي خلال 70 سنة الماضية قدم الخدمة الأكثر تميزاً للملكة ولأسرتي وللبلاد أيضاً ولجميع دول كومنولث. وقال في رسالته عبر الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي لكلارنس هاوس: كما يمكنكم أن تتخيلوا أنني أفتقد وعائلتي والدي بشدة، لقد كان شخصاً محبوباً، وبغض النظر عن أي شيء آخر أستطيع أن أتخيل أنه سيتأثر وبعمق بعدد الأشخاص هنا وفي أماكن أخرى حول العالم ودول الكومنولث الذين أعتقد أنهم سيشاركوننا خسارتنا. وتابع: والدي العزيز كان شخصاً مميز للغاية، وأعتقد أنه سيكون مندهش من ردة الفعل والأشياء التي قيلت عنه. نحن وعائلتي ممتنون للغاية. قال تشارلز كلامه، وكانت شقيقة ميغان ماركل تستمع، ثم تعرضت لها بهجوم شديد قائلة أن الطلاق هو مصير زواج هاري وميغان، خصوصاً أنها تعاني من النرجسية ومن الاضطراب النفسي، وأوضحت أن مآل ميركل والأمير هاري هو الطلاق حتماً في حال لم يطلبا المشورة المكثفة، لأن ما يجري حالياً غير لائق.